اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتدناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. طبعا الناس بتتابعني في حلقات متتاليه على البروستاتا، اتكلمنا في اخر حلقه من الحلقات على سرطان البروستاتا. كمان يا جماعه قلنا الناس اللي عندها تضخم في البروستاتا ممكن تشيله بالسوليوم ليزر، ولكن الدعايه بتبالغ شويه، بتقول ان السوليوم ليزر بيزيل حوالي 100% من الورم بشكل لا يمكن للتضخم ان يعود مره اخرى، او بشكل يجبرك على تناول ادويه البروستاتا، ولكن الكلام ده غلط يا جماعه. اي عمليات هتعملها ما عدا الاستئصال الجذري غير للبروستاتا ممكن تعاود التضخم تاني لو انا عملت نفس يعني الاسباب اللي بتسبب تضخم البروستاتا. تم ذكر ان خلايا البروستاتا القاعديه هي موقع المنشا لسرطان البروستاتا. تحدث التوعيه لسرطان البروستاتا في شهر 9 يا جماعه من كل عام في عدد من الدول، وبيتم استخدام شريط ازرق فاتح لتعزيز القضيه. انا اتكلمت كتير على البروستاتا يا جماعه لان هي مش واخده حقها في الابحاث بتاعه تطوير الابحاث ضد البروستاتا، مش بتتمول زي مثلا سرطان الثدي، ما بيتعملش توعيه لسرطان البروستاتا زي سرطان الثدي، ما بتتعملش حملات للتصدي لسرطان البروستاتا والتوعيه وتوعيه الرجال بخطورته زي سرطان الثدي. النهارده يا جماعه في الحلقه بتاعتي هنعرف ايه خيارات علاج سرطان البروستاتا بالتفصيل. اي راجل عنده سرطان البروستاتا هيقرر بعد ما يشوف الحلقه دي هو ممكن يعمل ايه بالظبط. خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي خيارات علاج سرطان البروستاتا؟ اول حاجه المختص يا جماعه بالعلاج اختصاص علم الاورام. نخلي بالنا الناس تركز معايا ان الشائع سرطان منخفض الدرجه بيتطور ببطء ولا يتطلب علاج، ساعتها الاطباء بيوصوا بالمراقبه التوقعيه او الفاعليه اللي هو تقنيه راقب وانتظر. عايز اقول لكم ان 50 ل 75% من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا لا يسبب اذى ليهم. ولكن لو انا هعالج ايه الادويه اللي انا ممكن استخدمها؟ اول حاجه ببتدي بالعلاج الهرموني زي ماده الاسينايل استراديول او الاستراديول، لكن يا جماعه بيسترجع السرطان نشاطه بعد حوالي 1 ل3 سنوات بالرغم من استمرار العلاج، وده ساعتها بنسميه السرطان المقاوم للاخصاء. بعد كده بيتم استخدام دواء الكيتوكونازول اقراص يا جماعه ضد الفطريات، بنستخدمها بالفم عشان نتلاعب بالهرمونات العلاج الدوائي، ولكن يا جماعه للاسف اثاره الجانبيه كانت شديده، وبيتم استخدام دواء اسمه ابيراترون كبديل له مع اثار جانبيه اقل. خلي بالكم يا جماعه الدواء ده اخذ موافقه من الاف دي اي في 28/4/2011 لعلاج سرطان البروستاتا. تاني حاجة باخد العلاج الكيميائي. عايز اقول لكم اول درس للعلاج الكيميائي لسرطان البروستاتا كان سنة 1970. بيتم التعامل مع السرطان المقاوم للاخصاء بدواء اسمه دوسيتاكسيل. ده يا جماعة الدواء ده دواء كيموثيرابي بيساعد على البقاء على قيد الحياة بمتوسط 2 ل3 اشهر، من 2 ل3، ومرخص من الاف دي اي في سنة 2004. وكمان تم موافقه الاف دي اي على دواء كابازيتاكسيل برضه لعلاج سرطان البروستاتا. عندنا يا جماعه دواء متوفر في الصيدليات، دواء الفيناسترايد، ده بيقلل يا جماعه حدوث سرطان البروستاتا بنسبه 30%. ده انا عامل عليه فيديو علشان الناس اللي كانت بتستخدمه علشان الشعر او الصلع، هحط لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان يا جماعه تم اكتشاف لقاح اسمه سبيلوكالتي. عايز اقول لكم ان اللقاح ده بيطيل البقاء على قيد الحياه لمصابي سرطان البروستاتا بمتوسط من 1 ل14 شهر. تم استخدام دواء اسمه الفارادين. الدواء ده يا جماعه استخدموه لعلاج سرطان البروستاتا المقاوم للاخصاء اللي بينتشر في العظام، واخد موافقه من الاف دي اي في شهر 5/2013،
ولكن يا جماعة ما وافقتش عليه الوكالة الأوروبية للأدوية وتم إيقاف الدراسات لأسباب أخلاقية. عندنا كمان دواء اسمه أفاستين. الدواء ده يا جماعة مركب من دواء اسمه بيفا سيزوماب ودوسيتاكسيل مع الساليدومايت مع مادة البريدنيزولون اللي أنا عامل عليها فيديو قبل كده اللي هو الكورتيزون المتاح في الصيدليات. ده لقيوهم يا جماعة الكوكتيل اللي أنا قلته ده لقيوه دواء فعال لعلاج سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء. في شهر 8/2012 وافقت الـ FDA يا جماعة على دواء إنزالوتاميد، لقيوه إنه هو بيزود البقاء على قيد الحياة حوالي 15 شهر. في أدوية أخرى يا جماعة زي ميتوكاسنترون، إيتوبوسايد، نيلوتاميد، بيكالوتاميد، ثنائي السايل ستيلبوستيرول، السيسبلاتين، اللايروبرولين، استراميوستين، هيدروكسيوريا، امينو جلوتيسيمايد، سيبروتيرون اسيتات، حمض الزوليديرونيك. دي كلها أدوية تانية يا جماعة بيستعينوا بيها في علاج سرطان البروستاتا. طيب يا جماعة بالنسبة لجراحات سرطان البروستاتا، بروستات براكي سيرابي، 25% من الرجال يا جماعة أكبر من 75 سنة ما ينصحش بالاستئصال الجذري لغدة البروستاتا اللي هو راديكال بيرينيال بروستاتيكتومي أو حتى العلاج بالإشعاع إلا في حالة واحدة، إن يكون السرطان متمركز. ساعتها بيبقى العلاج الأولي اللي ببتدي بيه لسرطان البروستاتا بتبقى عملية جراحية صغيرة علشان نخفف انسداد المسالك البولية. أول استئصال للبروستاتا يا جماعة كان سنة 1904 بواسطة الطبيب الصيني إتش هاج يانغ بمستشفى جونز هوبكنز. أول استئصال جراحي للخصية علشان يعالجوا سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء كان سنة 1890. أول استئصال جذري للبروستاتا خلف العانة كان سنة 1983 بواسطة العالم أو الطبيب باتريك وولش. سنة 1941 نشر تشارلز بي هاكنز دراسة عن استخدام مادة الاستروجين علشان يعارض انتاج التستوستيرون لمرضى سرطان البروستاتا، وساعتها فاز بجائزة نوبل سنة 66 في الفسيولوجيا والطب. وتم تحديد كمان دور هرمون موجه للغدد التناسلية لإفراز الجي ان ار اتش في الإنجاب عن طريق أندري شالي وروجر جيومان، وساعتها برضو فازوا بجائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب سنة 77. لازم الناس تعرف يا جماعة أنه بيتم الاستئصال الجذري لسرطان البروستاتا بمنظار البطن بدون جرح في حالات أورام البروستاتا الخبيثة، والعملية دي بنسميها عملية عبر ثقب المفتاح أو جراحة باضعة جزئيا مينيمال انفيزيف. طب ايه اللي ممكن نعمله لو في مريض عنده قسطرة دايما مركب قسطرة على طول وما بيملكش اي موافقة طبية للخضوع لعملية جراحية تحت التخدير؟ بنجري العملية يا جماعة تحت استخدام المخدر الموضعي فقط وبنستخدم العلاج الاشعاعي. خلي بالكوا يا جماعة نجاح العملية الجراحية بيتتوقف على مهارة الجراح بشكل اساسي، يعني اللي يقدر الجراح يستأصل الغدة حتى القشرة اللي هي بنسميها الكبسولة، وإلا التضخم هيرجع من جديد. أحيانا يا جماعة للمرضى اللي بيحصلهم عندهم مشاكل وانسداد في المجرى البولي بنحط قطعة معدنية في الإحليل الضيق للمرضى الغير قابلين للعلاج الدوائي أو الجراحي بنسميها استنت. العلاج الجراحي بإزالة البروستاتا بيتم يا جماعة بإزالة البروستاتا وإزالة الحويصلات المنوية والغدد الليمفاوية المحيطة. في عندنا يا جماعة تقنية الجراحة الروبوتية لسرطان البروستاتا، ودي ما بتستخدمش لسرطان البروستاتا بس، ده بتستخدم لسرطان الكلى وسرطان عنق الرحم. جراحة المنظار التقليدية اللي هي بنسميها اللاباروسكوبيك بتستخدم كبديل للجراحة المفتوحة. ساعتها بيتم تقديم الصورة بكاميرا واحدة، لكن الجراحة دي يا جماعة بتقدم صورة فائقة الوضوح بتصوير مزدوج وشاشة طبعا مكبرة للجراح بعد تكبيرها حوالي 10-12 مرة بوضع كاميرات ضوئية في منطقة الجراحة عبر ذراع روبوتي بيدخل جوه البطن بتاعة المريض، فبيقدم للجراح
صورة ثلاثية الأبعاد مكبرة فائقة الوضوح، والأدوات المستخدمة ممكن تستدير حوالين محورها حوالي 540 درجة، مشابهة جدا لحركة الرسغ بتاعة الإيد البشرية، ولكن طبعا بأبعاد أصغر بكتير، يعني تقدر توصل لأماكن الإيد البشرية ما تقدرش توصل لها. من ضمن مميزاتها إن هي بتنفذ بواسطة منظومة دافنشي اللي هو دافنشي سيستم، ممكن للجراح يشوف لو في حدث نزيف بسرعه ويقدر يعالجه بسرعه. الجروح بتاعتها ما بتتعداش 3 ل 4 ملم، ما بيسيبش ندبات ومظهر غير لطيف بالنسبه في البطن. عمل ممكن نعمل غرز جراحيه لقناه مجرى البول والمثانه البوليه، ويتم ازاله القسطره البوليه اللي تم تركيبها اثناء الجراحه خلال 5 6 ايام، وساعتها بيحصل نتيجة الجراحة دي خطورة أقل إن يحصل عندي سلس للبول وتعافي في الأداء الجنسي، حيث أنه يمكن وقاية الأعصاب بشكل أفضل أثناء الجراحة الروبوتية ولكنها غالية الثمن. طب يا جماعة نيجي للعلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا. ده تم تطويره في أوائل القرن العشرين بالتحديد سنة 1983 بزرع الراديوم داخل غدة البروستاتا، ولكن دلوقتي تطورت الامور، بقينا بنعالج بالموجات الحراريه عبر الحليل اللي بنسميها ترانس يوريثرال مايكروويف سيرابي، او العلاج الاشعاعي الخارجي المتذبذب بالموجات الصوتيه عاليه الكثافه، وده بيتعمل مره واحده يا جماعه، بيستغرق ساعه، بنسخن غده البروستاتا فبتعمل تدمير للانسجه اللي بتسد مجرى البول للتخلص من اضطرابات التبول وتضخم البروستاتا. 70% من المرضى بيتخلوا عن القسطرة بعد شهر، و20% بيتخلوا عنها بعد شهر ونصف بفرص نجاح تصل ل 90%. طيب يا جماعة ايه هي مضاعفات العلاج سواء بالجراحة او بالاشعاع؟ اول حاجة بيحصل ضعف انتصاب او اللي بنسميه العنانة، وده بيقول ان هو بيتحسن خلال سنة الا في حالة لو حصل تضرر دائم للاعصاب بتاعة الحوض. وده يا جماعة انا عملت لضعف الانتصاب، عملت فيديوهات قبل كده هنزل لكم اللينكات بتاعتها، ولكن الناس بتعيش على الفياجرا اللي هو ماده السيلدينافيل، او السيالس ماده التادالافيل، او ممكن يعملوا حقن ادويه مباشره في العضو الذكري زي البروستاجلاندين اي 1، او بيستخدموا الدعامات بتاعه القضيب اللي هو بيسموها البدله القضيبيه اللي بيتم زراعتها جراحيا، او استخدام الاجهزه الفراغيه. من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا بعد الجراحة أو الإشعاع سلس البول يا جماعة نتيجة تلف الأعصاب والعضلة اللي بتغلق المثانة. طب الحل إيه؟ الحل بنوصل بتمارين المثانة أو بتمارين بنسميها تمارين كيجل، أو استخدام المعلاق الإحليلي أو المسرة البولية الصناعية. ده جهاز يا جماعة بيقوم بوظيفة عضلة المثانة بالضغط على زر بيتم زراعته في الصفن اللي هو كيس الخصيه اللي هو الاسكروتوم. كده انا خلصت الحلقه دي يا جماعه، اتمنى الحلقه تكون افادتكم. الحلقه اللي جايه يا جماعه هجاوب على كل الاسئله اللي وردت لي في الفيديوهات السابقه على سرطان البروستاتا اجابات شافيه ووافيه، وهقول لكم على لو حد عنده التضخم في البروستاتا او التهابات في البروستاتا او عنده سرطان البروستاتا يعمل ايه بالظبط، افضل من الادويه الكيماوي وافضل من الجراحه وافضل من الاشعاع. انتظروني في حلقات قادمه. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبنا، لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه، ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.